نحن هون عم نقوم بمشروع زراعي بمنطقة 55 كيلومتر. المشروع عبارة عن خضروات صيفية. الهدف من المشروع هو تغطية حاجة أهالي مخيم الرقبان من الخضار الصيفية. طبعا المنطقة هون منطقة صحراوية وقاحلة، قمنا باستصلاح الأرض وزراعتها، والمشروع بما يقارب 50 دلم. الهدف الرئيسي هو سد حاجة أهالي المخيم من الخضروات الصيفية. والمشروع قدموا لنا جيش سوريا الحرة تسهيلات كثيرة للمشروع، وقدموا الحماية وشغلوا البير اللي عم مستصلحين منه الأرض. البير كان صار له أكثر من 10 سنين واقف عن العمل.